فما براكاج براكاج سيارة رمادية لون من نوع كاب فاكات سيارة رمادية من نوع كاب فاكات. فما ثلاثة شبان وفتاة غريبة الأطوار براكاج وش يحكي لها؟ يقولوا أنهم من جوهرة فهم. شوفوا شي لحكي شوفوا رحمة سي أخيت هذه هي جوهرة فهموا معايا ثلاثة شبان ثلاثة جدعان اللي مؤثين لبراكاج نتاعنا لليوم نجريوا في الغوت سانتور الغوت سانتور وإحنا ماشيين معناها الديستيناسيون تاعنا بحذا حي رياض نجريو راباسات تونس 133 88 93 نجريو راباسات سوداء اللون تونس 133 السيارة هذه اللوحة المنجمية نتاعها ماهيش واضحة بالقديش كون فيها سي محمد نصر وما أدراك ما سي محمد نصر في التحكيم وقيلة زقط عليك القط سي محمد كما قال بابوشة في مسلسل اللي تعدى في شهر سيدي رمضان. عسلامة سي محمد. مرحبا بيك. صح حوالكم؟ صح لاباس؟ تتبعوا فيا؟ تتبعوا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. شبيك رهبتك بالريدوات؟ المسؤولين كلك هيك؟ شوية وبرا مسؤول صغير. اجي بحذايا سي محمد، تخاف من البرد؟ لا ما نخافش. بالي بيك سبورتيف عاد. تفضل. باهي. احنا موجودين هنا بحذا حي الرياض، اكزاكتومون بحذا اساس البيت سعيد. جاي تعاود في الموبيلة نتاع الدار؟ لا ماشي العمل عندي نتفقد شويه في الخدمه نشوف العسل نشوف الكمينات داخل نتفقد ديما هكا لقيت هذا نوصل ولد يتدرب مع اشبال النجم الرياض الساحلي سعاده وساعات نعمل طلع على الولد زاد عندي اولاد كبار واحد يريني في الاكاديميه في أنا والاخر في حمام سوسه انا ديما نتفقدهم مع العشيه ما نخدمش هذه معناها تخدم اربيتر بعد سته بعد سته ندور على الاولاد تبدا تزفر على الاولاد نزفر الاولاد نتفقد احنا ديجا دوما لانسينا النيميرو نتاع ليميسيون اللي هو 27 400 900 بداوا لي ميساج وصلوا لنا قالوا لنا التحكيم في تونس اول سؤال ياسين بعث لي ميساج قال لي ريم التحكيم في تونس يلزموا ثوره كبيره برشا كما الثوره اللي عملناها في مشهد ثوره بالكدا سنوات اللي مضت فما شبان جدد قفزوا موجه جديده من اسماء جديده قاعده تبشر بمستقبل يكون طيب في التحكيم كما حسانة اسم جديدي الكردي وليدات صغار فما طالعين الخشفي برشا اللي طالعين انا ان شاء الله نتناو على التحكيم انا اليوم عملتك سبيسيالمون براكاج باش نحكيو على ملف التحكيم في تونس وخاطر التحكيم ولا عليه برشا نقاط استفهام ونقاط تعجب لا تجاوزنا نقاط استفهام وتعجب في الحقيقه كان التحكيم مضغوط عليه وكان الحكام يعيشوا مشاكل في الحقيقة بدأت الحكام يأخذ في الاستقلالية متاعهم ولو في أريحية في الحقيقة عمرك عملوا لك براكاج وانت حكم معك قبل بش تغير مسار مقابلة بش تحسن مقابلة براكاج بالنوع البراكاج خفنا من الحقيقة خفنا أيمات عدينا عصيبة قبل كانت كنا نمر قبل مثلا اتذكر انا ماشي للقصرين فما واد زروق تقريبا جهه الحاج بالعيون الماء هابط وحنا جانا واحد عنده تراكتور قال لي لازم عديت قداش قال لي هات اللي تتنجم جابنا في الشطر الماء ورا يا ودي هذيك قال لي يا تعطيني 50 نخرجك يا ما تعطينيش وحنا البركاج على البركاج وين يلزمني نفس القصرين انه نحضر ونخلط على المقابله كان ما تعديتش خير الكهرباء مش تبلع بالماء خلينا تشجعنا وسمينا كولكت وخلصنا باش خرجنا الوقت توا كي ما يجيش ربيت شو يصير؟ ما يجيش مقابله ما يبدلوش لا فما القانون تغير يقول يلزم يكون حكم متواجد في الفيلغرادا في الملعب هذيك ويكون يحمل نفس درجة اللي تخوله باش يدير المقابلة إذا كان قسم وطني أليف من المحترفة توا أولى يكون من درجة أولى فما فوق فيدرالي أو حكم دولي أو إذا كان في المدرسة المحترفة كان يكون على الأقل درجة ثانية. حسيلو في المساجات على ال 27 400 900 برشا بوس وبرشا وبرشا محليكم وبرشا نحبوكم وبرشا براكاج وبرشا دحفونا ليميسيون
فما شكون قالنا وقتاش تجيبوا لنا فنان شعبي، نقول لهم اصبروا على رزقكم، الجمعه الجايه عندكم بركاش قوي برشا 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 باش تشبعوا فنانين شعبيين. ميرسي اللي بعثونا الكل. وفما شكون قال شبيك يا ريم عمرك ما تقرا لي الميساج نتاعي، فما ميرسي لي ميساج اللي وصلوني من تونس، من لاك، من كارتاج، من سليانا، من نابل، من سوسة، من سيدي بوزيد، من نابل، من صفاقس، من مستير، من كل بلاصه، من دومارديس، من الناس الكل. حاسين في حاجه رياض تلموا علينا هنا، تلموا على بركاج الناس الكل. مرحبا ميسالش، انا ينجم ينقذوني انا بعد من هنا. ميسالش شيجا مرحبا ميسالش، خرجت انا بالبيجاما ما احلى لوكيتي البيجاما نتاعك اتيديون انت هاي تقرا دونك اتيديون شنو تقرا؟ بليتو مش نقرا. كمان نقرا يعني نخدم. فين تخدم توا؟ فلوتو ايكول. ان شاء الله ربي معاك. قد ايه ساعة وليت فلوتو ايكول؟ ب 7000. شنو هي الكود؟ الكود حتى من الكود زاد يا سي محمد. كيفاش؟ حتى من الكود زاد. كل الكود معناتها باش تعدي البيرمي ب 7000 ساعة ولا زاد كل شيء. الكوندويت 15 دينار. باهي. وانت شنو تعمل؟ كملت قرايتي وتو بطلة مدرسة. بطلة مدرسة. مورك 5/5. ان شاء الله ربي معاك. عندك شكون تحب تسلم؟ والله نسلم على دارنا الكل. امي بابا خيتي. فاتتك هذه. الكل من يعرف فاتنا باشا بربي نسلم عليكم. حاسين وانا نسلم على اللي في حي رياض الكل. وعلى لي ستوديون الكل ولي ستوديونت الكل، خاطر نعرف برشا ناس من اللي قدامي الكلهم دي ستوديون دي ستوديون. عسلامة. جيت تتمنى سي محمد نصر تاعنا. سي محمد نصر 10 سنين هذاك. هذا سي رضا الشرقي خو حكم الدولي السابق محمد الشرقي، عنده ولد ويتدرب عند ولدي يعني، وترشحوا البلاي اوف في حمام سوسة. قال لي نباركوا له، قلت له انت تبارك له. انت تبارك له تيبو زاد باش. قال لي خفت عليه؟ لا سي محمد نعرف ما خافش عليه، سي محمد ما عندوش مشاكل. هو سي محمد مواطن صالح جدا ويسوق في الكهرباء. كهربته بالريدوات كل المسؤولين الكل. مسؤول انت عاد. مسؤول. نمشوا معاك سي محمد. ما يسالش نطلع معاك في سيارتك اللي بالريدوات. مرحبا بك. انا موجوده في معرض سوسة الدولي، فواغ كالعاده مزيان، الدنيا ضاويه زاهيه، فما في موفمون، فما عباد جايين بعد الخدمه يشوفوا يتفرجوا في لي ستون تاع المعرض، يشوفوا شنو فما جديد. المعرض هو معرض الاضاءه، هكا سمعنا في السبوت والاناره والديكور، إذاعة والإنارة والديكور. المعرض اللي بدا ديجا نهار 22 فيفري ومازال حتى نهار 3 مارس. بحذايا سي طارق المسؤول على التسويق، هو المسؤول على العلامات، معناها اللي حكينا فيهم بكري سي محمد. اي مش تو بعد يسلفنا العلامات وقت نعملوا بروموسيون ناخذوا من عنده العلامات. فكره فيها برشا جيني. ولا عندك برسنتاج فيها الفكره هذه. لازم نخدم بلاشك هكا، يذولي حدا في بغاكاج تو ناخذ نخو علم نكتب عليه بغاكاج نحطه فوق الكهرباء نتاع جوهره اف ام بي. وبحذايا زاده كيف سي شكري الشوايخ مدير معرض سوسة الدولي. بعد شويه عندكم من انترلايت كات كادو، دونك اللي يسمع فينا يحب يجي للمعرض هنا يجم يربح معنا كادو من اسباس انترلايت، حاجه هكا مزيانه على الاخر على الاخر على الاخر. والا ديجا اللي يسمع فينا في المعرض يجم يجي ياخذ معنا لي كادو، دونك عندنا كات كادو الاول دي زوديتور يجيونا كسوسوا من برا والا لهنا من المعرض نتاع سوسة. سي شكري، انا مانيش من الصحفيين اللي يقولوا تظاهره طيبه ويعطيكم الصحه وكل شيء ممتاز وكل شيء متميز. حكينا عن كل شيء باهي في المعرض، فما حاجه انا لاحظها اون طونك معناتها كو معناتها امراه عاديه سيتويان يجي يتفرج في المعرض. نحس ديما في اي معناها معرض كسوا معرض الاثاث والتزويق ولا معرض الاذاعه والديكور ولا معرض اي معرض كان، يعني اي حدث كان، ساعات نلقى نفس لي غوفونون معناها هذاك العباد اللي يبيعوا نفس الحاجات نلقاهم في المعرض يبداو خارجين شويه على التيم ولا الكولور لوكال نتاع الفكره نتاع المعرض. نعرفش كلامي هكا قلقك شويه ولا صيح ولا والله ما يقلقش، بالعكس هو توا في ميدان تنظيم المعارض فما اختصاصات، فما المعارض وفما الصالونات المختصه. معرض سوسة الدولي في برنامج تنظيم التظاهرات هذه يراوح بين الاثنين،
فما المعارض المختصة اللي نجم يكون فيها دو بوان دانترسكسيون، وبالتالي انت تشوف بعض المنتوجات موجودة في معرض او اثنين او ثلاثة، لكن بصفة عامة تكون يكونوا موجودين في اطار معين اللي ما يخرجش على التام تاع التسمية تاع المعرض. وفما صالونات مختصة اللي تهم قطاع واحد او جملة من القطاعات اللي تتماشى مع بعضها. اذا احنا اليوم في نجم نقول معرض مختص للاضاءة والديكور، كيف نقولوا إضاءة مش نلقاو كل ما يهم اللومينار والليستريري وغيرهم، الديكور فيه لي بيبلو ديكوراتيف، لو موبل دونتري، لو موبل دي ستيل، لو تابلو، كذلك فما الستائر، المفروشات، الزرابي، اليوم كلهم يدخلوا في إطار الديكور. يعني الحقيقة مجال واسع، وكما الذوق نتاع الزائرين ونتاع التوانسه ونتاع العباد في التزويق، لابد وان احنا نكونوا في مستوى الانتظارات نتاعهم، ومجبورين باش نكونوا معناها نوسعوا في القطاعات من غير ما نخرجوا من التيماتيك دو لافوار. تبقى انت اذا كانك مغرومه بالاختصاص نجموا نستدعوك او قريب بعد المعرض هذا الصالون المختص في الاعلاميه، بعده عندنا صالون مختص في الاثاث، عندنا كذلك نشاط في ميدان البناء وتجهيز الاشغال، عندنا حتى صالونات مختصه في زيت الزيتون اذا كانك مغرومه بزيت الزيتون اللي توا ولا تريزا لا عسيلة معناتها ولايه فاقس، دونك مغرومه بزيت الزيتون دونك معناها يولي من واجبنا باش نوجهوا لك دعوه. ومادامك اصيله ولايه صفاقس، واحنا بمناسبه الصالون هذاك اللي باش نعملوه فما مام دي زاتيلي دو فورماسيون على لي تكنيك دي ديغيستاسيون، يا انت مش تاخذين سيونس باش تعلم العباد كيفاش يذوقوا زيت الزيتون تاع صفاقس، والا لي زيكسبير اللي مش يجيونا يزيدوك اضافات باش تولي معناها ذواقه من الطراز الرفيع. ديما نتعلموا سي شكري، ديما نحاولوا باش نتعلموا. ان شاء الله ربي يعينكم وان شاء الله موافقين. دونك نعاود نذكركم اللي احنا موجودين في معرض الديكور والاضاءه من 22 فيفري المعرض بدا حتى 3 مارس، دونك مازال عندكم الوقت باش تجيو تعملوا دور. يعني انا اليوم جبت الاربيتر الكبير باش يزفر لهنا في المعرض. مازال عندنا اكسترا تايم، مازال عندنا وقت في السنه وفي الجامعات. السنه وفي الزوج جامعات مازال ما وصلوش. الاربيتر وصلوا الجامعات؟ لا لا، الاربيتر هذاك القانون لازم يكون قبل ساعه على الاقل في حجه الملابس، واحنا في حجه الملابس. انت مغروم سي محمد بالديكور، معناها تحسك منظم على خاطر هكا في هندامك ديما منظم، في هيئتك منظم، في كرهبتك منظم، تحسك مسؤول هكا. قول لانه ثم مسؤولين مش منظمين. قول خمس كيفاش نقول فيها قرن غزاء، خمسة وقرن غزاء. ما نخش بالعين سي محمد، ما نخش بالعين. لا بس منظم اللي يكون منظم في حياته، يكون منظم في شغله، يكون منظم في كل شيء، معناها فيه هندام، هذيك الواحد من سمات الحاجه الباهيه، يكون منظم حاجه باهيه. الواحد ما يكونش منظم مفرفط ما يوصل حتى لشيء، تنظيمي باهي. انا وياك عملنا نص دوره في المعرض، من بعد شويه نرجعوا نزيدوا نعملوا دوره اخرى، ونذكر العباد اللي يجموا يربحوا معنا كات كادو. دونك انت اول اوديتور جيت باش تربح معنا كادو، اول مستمع جيت باش تربح كادو. ما احلاكم التوانسه قداش تحبوا تربحوا؟ اجا بحضيه من هنا تو بعد تمشي مع طارق وتاخذ الكادو نتاعك. عسلامه، مرحبا بيك. الله يخليك. شنو في الدنيا؟ كوميرسيال. هكا وعد مهفت اختفى وهي طايره. بالطبيعه شويه. قول لي انت متعدي من برا تسمع فينا في المعرض؟ نسمع ديما بركاج ما نفلتهاش. اثنين واربع وخميس. عقبالي لك شويه. مرحبا بي. يا اخي سمعت الكادو قلت نجي ندخل ناخذ كادو. اي لقيت روحي قريب للرامبوان تاع المعرض، تشعلت كنيته ودرت. انا ما نعطيك الكادو كان بشرط اللي هي كيما تعمل دوره ساعه في المعرض. عيب خاطر تاخذ كادو من غير ما تشوف شويه المعرض شنو فيه. غدوه جايين المدام. ساره ما شنو؟ شنو باش تشريو من؟ والله ديكور 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 للدار وبرا. او ديجا عندك ان كادو من عند انترلايت ومعرض سوسه وميرسي زاد ميسيون بركاج. هذا تمشي مع طارق، طارق اموره واضحه تو يسالك لك امورك، وخلينا نرجع شويه لسي سي محمد. يا عايش، ميرسي بوكو، مرحبا بك. نرجع لك مسير التحكيم نتاعك طويله سي محمد، من 72 بديت تقرا في التحكيم. معناها تكوينك اكاديمي ماكش متسلق والا معناها عبد جاه هكاك تخل من ابواب ملتويه لعالم الاربيتراج، اما الخروج نتاعك كان فيه وعلي. علاش؟ معناها عام 2000 انت خرجت من التحكيم.
45 سنة العمر ليميت داج هذاك القانون، قانون التحكيم 45 سنة يلزم يخرج من التحكيم. دونك مسيرة كل واحد ما تلقاش حتى واحد 45 سنة ومازال يزفر، اللهم قبل تقريبا في كان القانون قبل يبقى حتى 50 سنة. كنا كان برشا أجيال الجيل اللي قبلي أنا كان مسكرين علينا القائمة الدولية، وهذاك علاش ما دخلت القائمة الدولية إلا تقريبا عمره عام 95، من عمري تقريبا 40 سنة، خاطر أجيال قبل سعدي بن ناصر ونجي جويني وكانوا مسكرين علينا الواحد يقعدوا حتى 50 سنة، وقت تغير القانون ولا 45 سنة باش فتحوا لنا المجال باش نجمنا دخلنا للتحكيم. سألتك قلت لك فيه عليه الخروج سي محمد، خاطر يظهر لي فما إشكال صغير عندك مع سليم شيبوب، حبيت نفهم الإشكال اللي عندك مع سليم شيبوب، إشكال هو اللي وصل محمد نصر باش يخرج من التحكيم وإلا إشكال ما عندوش علاقة بخروجك من التحكيم؟ ما أنت إشكال ثانوي ما عندوش علاقة بخروجك من التحكيم، جاوبني بصراحة. لا بصراحة والله بصراحة الإشكال هو اللي مع سليم شيبوب، أنا ربي يفرج عليه، ما أنا مانيش رانكون سبورتيف، كل ما أنا بصفة خاصة مانيش رانكون. شنو هي الحكاية؟ أنا زفرت الترجي ونادي صفاقسي في المنزة عام 94-95 في سبتمبر 94، وانتصر النادي صفاقسي على الترجي 2-1 في المنزه بعد 17 سنة. نادي صفاقسي انتصر على الترجي، وكان معايا وقتها مساعد حكم مراقب خطي هشام قيرات وصالح بن محمود، والمقابلة كانت نظيفة، وممرن وقتها كان فوز البنزرت، المقابلة كانت نظيفة لأبعد الحدود. وقتها سليم شيبوب هو رئيس الجمعية، رئيس الجمعية. أول عام أول مرة تنتصر نادي صفاقسي بعد 17 سنة على الترجي، ونعمتها هزت الدوبلي للسي اس اس. قعد يشد لي كل هيك بلغة أونتري جيمي مغير، فكي دخلت القائمة الدولية ما طولتش 96 تنحيت من القائمة الدولية، وهذيك علاش ما طولتش وما خرجتش برشا، ما شاركش في تظاهرات دولية برشا، خاطر من جرت سليم شيبوب الله يسامحه، ولكن كملت التحكيم تاعي المسيرة حتى للقانون للسن القانونية 45 سنة. معناها النبذة ولا المشكلة اللي صارت لك مع سليم شيبوب عرقلت لك شوية آفاق من وقتها، ما مش هي سبب في أنك خرجت؟ لا من وقتها معاه ما زفرش الترجي، من وقتها ما عادش زفرت للترجي، خاطر زفرت تقريبا ثلاثة ولا أربع مرات زفرت للترجي. زفرت مرة قرقنا والترجي أول مرة عام 88 وتعادل 1-1، زفرت نصف نهائي الترجي والرلوي ربحت الترجي بالسيف واحد بلاش، وثم هذه المقابلة الثالثة تقريب الترجي والنادي صفاقسي انهزم 2-1، ومرة أخرى الترجي وباجي زاد 3-1. دونك شافوا محمد نصر اللي ما يصلحش للترجي، دونك من وقتها من 96 حتى كملت 2000 وما زفرتش للترجي. دونك ماهيش هذه النبذه، حتى ما لا تقابلت مع سليم شيبوب ما المقابله ولا مع ملي هو كمل الرئيس وانا كملت التحكيم، لا تقابلت معاه، لا قضى لي قضيه ولا قضيت له قضيه. الحقيقه ما تعرفتش معناها البعض من علاش هكا المضايقات، فماش خاطر نعرفوا اللي فما راهو حاجات تعطى من تحت الطاوله للحكام في بيوع المقابلات في شراء المقابلات، عشت حاجه نوع هذه المضايقات عشتها في الفتره هذيك وقت سليم شيبوب. شنو المضايقات؟ تطلبوني قالوا لي تهموني اللي انا نخدم عندي اجونس نتاع فونت نتاع الدينه نتاع وقتها، قالوا اسمه عبد العزيز بن عبد الله حلوا اجونس يبيع في الدينه لانا، وطلبوني في شهادة عمل من الشركه نتاعي وبعثها لهم. معناتها هذا كل وقت اللي يعمل انجاجمون نخدم وقتها مدير اداري بالشركه فلان فلانيه وكذا كذا، وقتها عامتها 95 زاد طلبوها لي قالوا لي كذا. دونك حاجات ما عندكش ماديات ما عندكش كذا، ما هي تحت الطاوله اوراق اتهامات زايده وزايده جدا، ما عندهاش اساس ولا راس. التحكيم بدا يقف على ساقيه، بدات الجماهير الرياضيه تسترجع الثقه في حكامها في ولاد في حكامها التوانسه، خلي الامور بطبيعتها هك تشوفوا في الايامات الاخرى بدات الامور تقل الضغوطات على الحكام، وماشيين قاعدين شبان قاعدين يصعدوا قاعدين يزفروا قاعدين باريحيه. هذا اللي فما باش نرجع بعد نحكي معك شويه سي محمد على التجربه العربيه.
التجربه الخليجيه نحب نعرف خاطر كيما الناس الحكام يصوروا برشا فلوس كيما المدربين والكوارجيه ولا لا. احنا مازلنا في معرض سوسه الدولي وقاعد بحذايا سي مولدي خليفه الجيران الخاص بانترلايت اللي باش يعطينا لي كادو. ديجا خذا اول اوديتور معنا كادو، مازلنا نستناو في المستمعين. نمشيو مع الغناء هذايا ومن بعد نرجع نحكي معاك سي مولدي ونستناو شكون باش يجي بحذانا الاول. توا 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 باش نمشيو لانترلايت. فما براكاج براكاج سيارة رمادية لون من نوع 4x4 سيارة رمادية من نوع 4x4 فما ثلاثة شبان وفتاة غريبة سطوار براكاج وش يحكي لها؟ يقولوا انهم من جوهرة فهم، شوف وش يحكي شوهرة مرسي مع الستاسيون جوهرة فهم حسيلو. ما نحكي لكم مش انا براكيت محمد نصر والعبيد براكيوني لهنا في معرض سوسة باش ياخذوا لي كادو وبحذية ساعة شاقلك شاقلك يا حكيم مزروب على الكادو. خلينا نحكيو ساعه مع السيد اللي باش يعطيكم الكادوات. خركحوه ساعه راجله يتراجع ساعه. هاي سي مولدي خليفه هو جيروم تاع انترلايت. مرحبا بك سي مولدي. وبيك اكثر بارك الله فيك. انت تبارك الله معناتها وجهك مشع بالنور معناها كلك انوار سي مولدي. بارك الله فيك. شنو عندك سنة في الستون؟ والله عندنا هنا في الستون انا كنت بلافوني بيروتيك انواع متنوعه. لا حلو الستون نشوف في برشا دي زارتيكل مزيانين فما برشا شوا. وغدوه في الفيديو تجمو تتفرجوا اكثر على يعني الستون تاع انترلايت وتشوفوا شنو فما كوم ارتيكل. حكيم عملت سباق ضد الزمن باش تاخذ الكادو كرتوش حرقت الكهرباء ولا حرقت مازال فيها مزود كملت مازالوا فيها سلطه مازود جيت بها الماء لا جيت بها الماء مش عارف باش وصلني تو. عندك كادو من انترلايت لومب دو بيرو مزيانه. ماكش قرا انت قراي ولا مش قراي؟ بي سافا سافا كذا تستحق لها معناها شنو الكادو ولا اباجور ولا حاجه تحبها تو. سي مولدي دلك عم تمشي من بعد شويه مع سي مولدي اختار شنو تحبي. مره رانيا بحذايا شنو حوي لك رانيا؟ اجا بحذايا رانيا خلي حكيم رانيا تجي بحذايا لهنا باش تقول انت بيدك جي تجري مش تجري. انا ديجا ديما نحب نبدا نستنى فيكم نقول كنا قريبين لهم باش نمشي توا انا في وسط البلاد سمعت في الفاق قلت للخطيب نمشي ناخذ لهم توا نمشي. انت عاد تزهز معنا وين نزهز اي منها جبت خطيب شي حاجه ومنها باش ناخذ الجوهرة اف ام. باهي ان شاء الله مبروك عليك يلا الكادو. تعمل ديديكاس للفيونسي نتاعك؟ انا في باليش فما كادو سي فما كادو من علاه جيت انت جيت خاطر الكادو؟ لا والله جيت فان انا البروغرام كهو ما جيتش. باهي حكيم خلته ناخذوا انا مش مشكل. باهي كمان بالمناسبه نهدي اللي فما في البرنامج الغنايات الكل ليكيب نتاع البروغرام الفيونسي دكتور ماهر معايا البابا ما نعرفش يسمع فيا ولا لا خويتي لوزيتي ناس الكل ان شاء الله مبروك عليكم لي كادو. نرجع لك سي محمد اللوماج نتاع محمد نصر لشكون يعود؟ شكون اللي وراه معناتها صنع حكم في الحرفيه نتاع محمد نصر؟ والله في الحقيقه هو اول من درسني التحكيم هو الحكم الدولي السابق المرحوم الهادي عتيق الله يرحمه. هو اللي كوننا اول ما قررنا عام كامل وتعب يجينا حتى للمدرسه ترشيح المعلمين سنتها وقررنا الله يرحمه سي الهادي عتيق. ثم سي حمادي بركة ربي يطول في انفاس وسي محمد فتح الله زاد ربي يطول في انفاس هم خذوا عليه رولاف قعد يكون فينا سنوات وسنوات. من بعد دخلت تحكيم جيت بشويه بشويه مع الحكام القدم كيما سي محمد الشرقي سي محمد حموده رشيد بن خديجه ثم خذيت المسيره نتاعي وحدي وانطلقنا في التسيير وفي اداره المقابلات الى حتى سنه 2000. ان شاء الله زملائي زاد لي عشرتهم حكام قدم كيما بشير الامام بوملاح عديد الاسماء عدينا عشرة طويلة احمد بن ابراهيم بسباس برشا حكام كان جيل قوي من سوسة. كانت الرابطات تتنافس بين تونس وسوسه وسواقس هذوما ثلاثه رابطات هم اللي كان عندهم اسماء حكام انا كبار كانوا يتنافسوا على اداره المباريات. ان شاء الله الجيل هذا في رابط الوسط خاصه ياخذ مشعل علينا ويكونوا في مستوى للجيل نتاع محمد نصر وهشام قيرات وغيره وغيره. امانه تفاجات سي محمد بكري كي حكيت معاك على تجربه التعليق
انا ما في باليش اللي انت معناتها معلق رياضي. مش كاستيون تاع تعليق، وقت اللي كملت تحكيم حبيت ناخذ راحه في بالي نرتاح شويه، عملت راحه بعامين ودخلت مرافق في شبان النجم الساحلي تاع 2003 2004 من الاسماء اللي نتذكر محمد علي نفخه، ياسين الشيخاوي، عمر جمال، كانوا من جمله اللاعبين في الكادي اللي كان كنت نشرف عليه. ثم عملت عامين ورجعت للتحكيم كمراقب، ثم عملت 4 سنين كمراقب، بعد استهوتني تحليل المقابلات، مشيت للإذاعة الوطنية، ثم قناة 21، ثم قناة نسمة، وتوا مع إذاعة جوهرة نحلل في بعض المباريات وأداء الحكام في بعض المباريات، سواء في كأس إفريقيا أو كأس العالم. كل مرة وإني مصلحة الرياضة في جوهرة فهم زادت تعيط لي ونعطي بعض الرأي في الأداء التحكيمي. كان 2012 و2013 زاد عملت الشهر الفات، عملنا تحاليل، عدينا شهر كامل، إن شاء الله نكون أعطينا الإضافة للمستمعين الرياضيين في إذاعة جوهرة. قل لي يا سي محمد، فما سؤال بقى عالق من بكري، الناس تحب تعرف معناها الحكام كيما المدربين كيما الرياضيين بروفيسيونيل يصوروا برشا فلوس وقت يخرجوا يعملوا تجربه عربيه ولا خليجيه. انت مشيت معناها عندك تجربه بالبرا، مشيت تجربه السعوديه، مشيت فما فلوس ولا فما حاجه حرفيه؟ الحكم راه مشاش باش يعدي سنوات باش يدير، باش يعدي مقابله والا دوره. انا مشيت لقطر عملت مقابله وروحت، من حكايه 3-4 ايام، ومشيت للسعوديه في دوره كاس العربيه اللي شارك فيها الترجي وفاز فيها الرياض السعودي، نادي الرياض السعودي في سنه 95. عدينا شهر، مش شكل كيما المدربين عديوا سنوات ونجنيوا اموال واموال طايله، تاع معروف القيمة المالية اللي ياخذوها الحكام في مثل الدوريات تقريبا 150 دولار في اليوم ولا 100 دولار في اليوم، معناها 100,000، معناها حكاية حق برميل نفط معناها تقريبا اليوم قداش قعدت انت؟ تقريبا 22، معناها 22 برميل نفط، اي 22 كركر معايا، مازلت نستهلك فيه. استثمرت في الالكول مالا، منين جاك باش تستثمر في الالكول؟ اي من السعودية جبت. بيقول لي سامع مستمع يحب يسلم عليك سي محمد. يعني سي الحبيب، سي الحبيب هذا من المغرومين الكبار مع النجم الساحلي، يتبعهم اينما كان النجم الساحلي. سي الحبيب جاري قديم زاد بحسين، بس سي الحبيب لابس توني نتاع التواليست ديما يتواليست، ديما يتواليست. سبا لاباس عليك سي محمد؟ الحمد لله عايش. سي الحبيب شحال الاولاد؟ والله الحمد لله. ولا سمعت صوتك اول حاجه من حي الرياض، تو جبت المراه والواحد قلت لها يجي نعملوا طوره نسلموا على سيدي. لاباس محمد؟ الاولاد لاباس؟ مازال راني لاباس الحمد لله. يا ربي معك، تفضل اختي. شنو تحب تقول سي محمد؟ والله هذاك عشي ولد حومتي وجاري، ولادي تربوا في داره، فهمت، وحبايبات حبيت نجي نسلم عليه. احنا هوني مازلنا في معرض سوسة، ومازلنا قاعدين بحضر الناس اللي يتابعوا فينا ويسمعوا فينا الكل. حسيلو برشا ناس حبوا يزيدوا يعطيوا دي كادو يظهر لي به. حسيلو يظهر لي يقول لي سي شكري عنا كادو اللي هي خصوصية جديدة لأول مرة يتم إدراجها في ورشة التكوين المجاني في اختصاصات الإبتلاء والتزويق. شنو الكادو هذا سي شكري؟ احنا كما قلت لك معناها المعرض هذا عملنا ورشة للتكوين، وفما كادو عبارة على كفري اللي نجم اللي مش ياخذه يزيد يتفنن فيه ويعمل له طلاء سبيسيال. هو كوفري دي بيجو من اهداء جروب مون ضحى اللي الاسير في مناسبه الدوره هذه بمساعده اساتذه تكوين الناس الزوار في اختصاصات الطلاء والتزويق. دونك عندنا مازالوا لهنا لي كادو. عسلامة مدام سهام، شنو حوالك؟ انا جيت بالذمة. مرحبا بك. جيت باش تسلم على ليميسيون. ميسال تفضل. مرحبا بك. اون ديريكت. شنو راني في جورج بروجرام نتاعك؟ والله انت في ديريكت، شنو نقول ليميسيون؟ شنو نقول؟ نقول سلام، مرحبا بسي محمد. مرحبا بسي محمد ومرحبا بك انت.
وبرنامجك ياسر طيارة خاطر مهبل راجلي في جورتك. وين انت وين هو وزر توا جابها المرة جيت لا المرة الأخرى جيتها بحدا استاد بركيتها بحدا استاد انت فين هو تيما توا انا والله جيت على خاطر محمد سمعنا بيه في البروجرام ومعايا صاحبتي زينة عايزك الله يخليك يعطيك الصحة ميرسي سي الحبيب هو يعطيهم الصحة توا الكادو ومن بعد شوية توا نزيد نعمل لونسمون دونك سي سوسيتي دوحة هذايا كوبون سيرفيس ولا تاع الكادو ميرسي بوكو الحكم الدولي السابق هكا السابق معناها السابق السابق سي محمد نصر الحكم الدولي المتقاعد سي محمد نصر اما يظهر لي تعطي في الروليف لاولادك الاولاد مغرومين بالسبور لا مغرومين بالسبور ما في مجال اخر الاولاد متخرجين من المعهد الاعلى للرياضه في قصر الصعيد زوز اساتذه رياضه واحد قلت لك يدرب مشرف على مركز تكوين باكاديمي نعملوا له بوبليستي تونسيانه والاخر اداني اصغر خلصت البوبليستي يعني خلص. نعملوا له وفي كم مداركك العقليه تقول مش حتى ما في بالكش ولا اصغر حمام سوس يسري غاديك وان شاء الله السنه زوزنا نفرحوا به معنا زوز رياضيين ولكن في مجال اخر في مجال تدريب مجال احنا كما قلت لكم جينا المعرض سوس الدولي في تار الصالون نتاع ولا معرض إذا أو الديكور اللي بدأ نهار 22 فيفري ويتواصل حتى 3 مارس دونك تجمو تجيو ثم برشا حاجات حلوين عملنا دورة في المعرض ومزيان على الآخر ميرسي بوكو الانترلايت اللي عطانا لي كادو لي زوديتور نتاعنا كيف كيف سي محمد نصر ما حناش ناسينو باش نعطيوه كادو باش يزيد يضوي بالكدا في سماء تونس وفي سماء المشاريع اللي معناتها رسالتها نبيله وساميه في البلاد والمعرض او قال باش يسلفك زوز علامات للبروموشن نتاعك سي محمد ميرسي لي زوديتور الكل اللي جاونا واللي تبعوا في ليميسيون نتاعنا يعطيهم الصحه طارق فريمون بالحق ايدي ذكيه برشا نتاع العلامات والالوان وثما شوا مزيان سي محمد موتشان ليك انت تفضل شنو تقول شكرا ليك ريم شكرا للفريق المرافق ليك لاذاعه جوهره وبركاجاتك ديما حلوه انا للتذكير اول حصه البراكاج نتذكر تقريبا الدكتور جلال الكريفه نسمع في السبوت براكاج براكاج قلت هذا رئيس المساعد رئيس تاع النجم البراكاج قعدت نحل نتبع في دار الشينا حكيت براكاج شويه لقيت ميسيون قلت ريم هذيك في الحقيقه بالحق هي فتاه غريبه الاطوار ملا شهر عملتلي لا لا يعطيك الصحه وبارك الله فيكم وتحياتي كل المستمعين كل اللي يعرف محمد نصر واللي يعرف محمد نصر ما يعرفش اللي هو يحب قاسم كافي مغروم برشا بالغناء قاسم كافي نبداش في عز النوم قاسم كافي وقت يقول نقوم النوم شنو السر شنو السر نحبو السر والكمور ربي طول انفاسه راهو مش حتى هو مش يعرف الاولاد مش عارف يجيني هو ديما الحق علاقتي به طيبه وان شاء الله تبركيو نهار هكا تجيبوه لنا ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله نحاول هكا نحصل معناها قاسم كيفي ان شاء الله ان شاء الله نحاول نحصل قاسم كيفي ونعملوا له براكاج فيف لاسبري ديكيب ديما على ستاسيون جوهر اف ميرسي بوكو للناس اللي بعثوا لنا لي اس ام اس نتاعهم على 27 400 900 نمشوا مع الموسيقى بقاو معنا اتري بيانتو ان شاء الله في براكاجات جدد وميرسي بوكو للانفيتي نتاعو ميرسي بوكو المعرض سوسه الدولي ان شاء الله ديما منور وان شاء الله سوسه ديما حفله وان شاء الله ديما عندنا تظاهرات مزيانه ما تنساوش تجيو المعرض حتى 3 مارس تتفرجوا تعملوا دوره باي باي الناس الكل جوهره اف ام.net nous sommes là où vous êtes